حياكم الله، معكم بسام سعد الدين. انا موجود ببناي ببانجو ميرو، في افيلبل منا 4 غرف بنسميها بينت هاوس، وثلاث غرف وغرفتين. طبعا مناسبه جدا للي حابب يشتري شقه فكره هوليدي عشان يستعملها طبعا بوقت الاجازات، وكمان مناسبه جدا للي عم بدور على عوائد ماليه بخصوص انه في اجره هوليدي هوم. طبعا هلا هنشوف الشقه. وهون عندنا 4 غرف بينت هاوس، طبعا إطلالة كاملة على البحر. طبعا من هون من هاي الجهة نحن فينا نشوف برج العرب. تقريبا نحن عم نحكي على مساحة بحدود 4800 قدم. فهون عندنا الصالة، طبعا هون كمان عندنا الكيرتنز أو البراد اللي فوق بالريموت كنترول، فاسمك بسن كله بينزل، معمول بديزاين تقريبا نفس ديزاين اليخوت. فنحن هون شايفين على الشبابيك هذا الديزاين الموجود، اول شيء للديزاين، وثاني شيء حتى البنايات اللي جنبنا ما بتقدر تشوف. طبعا نحن بنقدر نشوف انه نحن قراب، بس من بعد بيكون عامل بلوك فبيعمل اكثر خصوصيه. ومن هون بنقدر نفوت على الفاميلي اريا والمطبخ. طبعا المطبخ كله معمول هو زي ما حكيت ديزاين يخوت، فهون الماتيريال المعمول منها المطبخ هي نفس ماتيريال اللي بيستعملوها باليخوت. طبعا كواليتي كتير عالي، مبين من الرخام اللي بالارضيات، الديزاين الموجود، الاوبن سبيس. طبعا نحن هون عندنا تيرس، هون من التيرس نقدر نشوف برج العرب، وإذا الجو صافي بنقدر نشوف لغاية برج خليفة. وطبعا كل شيء بالمطبخ اللي موجود هون مغطى يعني، بس عندنا الفرن اللي برا، البراد هون موجود على اليسار، هون فينا نشوف زي ما شايفين. وهون في عندنا تخزين، مكان تخزين، وهون عندنا فرن. طبعا نطلع لبرا، في عندنا هذا الباب، طلعنا لبرا على تيرس. هلا هون في عندنا اول شيء بنطلع، طبعا بالجو الحلو بيكون هذا تيرس كتير مميز باطلاله ومغطى من فوق. وعندنا على الجهه الثانيه بنفوت، هون في عنا على اليسار غرفة الخادمة. طبعا لانه نحن على اخر طابق زي ما شايفين مع حمام الخاص، نحن على اخر الطابق، فلما يعملوا الاكزت لهذا بتاع الامرجنسي فلازم يكون في واحد بالشقة، فموجود هون. وعندنا هون اللي عم بدور على مطابخ يكون كمان، هون عندنا المطبخ، هذا يعني البروفيشنال كيتشن، نفس الاوتيلات، نفس الاكويبمنتس اللي بيستعملوه بالاوتيلات. طبعا كل شيء هاي اند هاي كواليتي، يعني حتى المطبخ عنده اطلاله. وهلا نحن رجعنا لجوا، خلينا نفوت على غرف النوم. طبعا غرف النوم بتكون على الجهه الثانيه، فعندنا اول غرفه اللي هون 4 غرف، فرجيكم هون اول غرفه، هاي اول غرفه. وعندنا ثاني وحدة هون على اليسار، بعدين في عنا 2 ماستر، كلهم طبعا ماستر مع حماماتهم الخاصة، بس هدول اللي بيكون عليهم أحلى فيو. فهاي هون بنفوت عنا هون أول شيء الحمام، طبعا هاي الماتيريال بيستعملوها كل مكان. هون عنا الشاور والباث، وهون في عنا طبعا الخزائن أو الكبرت، هون كبرت، هون طبعا كله رخام. هون عندنا غرفة النوم الأولى، طبعا إطلالة من هون على الأتلانتس. حتى لو طلع بناي هون حيضل في إطلالة. هلا أفرجيكم إياها من الغرفة الثانية كيف بتبين. ومن هون عندنا بنفوت على الغرفة الثانية، طبعا بس نفوت هاي غرفة مساحتها أكبر، في عندنا الووكينج كلوزت،
والوردروبس. طبعا حتى الازاز الموجود هون كله فيه الكيرتنز. طبعا كل المساحات اللي على اليسار كلها ووكن. هذا الحمام تبع الماستر نفس الشيء، في شاور هون وفي الباث هناك. هون نكمل دخلتنا، وهون عندنا المساحة كاملة. طبعا هذا سعره 26 مليون و400، وفي عندي كمان بنفس البناية 3 غرف وغرفتين. 3 غرف مساحتها 2300 قدم، 2378 قدم، وسعره بتبدأ من 8 مليون و400. فشايفين هون الفيو كيف بيكون، حتى لو في بنايات الفيو اوريدي موجود. نهاية الفيديو، الموجود هو زي ما قلت 4 غرف سعره بحدود 26 مليون و400، في 3 غرف سعره تقريبا 8 مليون و300، مساحتها بحدود 2400 قدم، وفي كمان واحدة ضايل غرفتين وصالة. طبعا زي ما قلت مناسبة جدا للاستثمار، ومناسبة جدا للسكن، وكمان في عندنا ممر على البحر. فاللي مهتم ممكن يتواصل معي. كان معكم بسام سعد الدين.